الباشوشين، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة ألف ليلة وليلة. كيف ما شفنا في الحلقات اللي فاتوا، شهرزاد وعدتهم أنها غدا تعود قصة أخرى. من بعدها الملك شهريار خرج من الديوان ديالو ومشى باش يستراح. لغد ليه ملي تعشت العشية وبدا كيطيح الظلام، مشى للديوان ديالو وقال لهم عيطوا لي على شهرزاد وعلى الأخت ديالها دينارزاد. ملي جات شهرزاد والأخت ديالها دينارزاد، وهو يقول لها الملك شهريار كملي لنا القصة اللي وعدتينا بها. شهرزاد هي تلفت عند الأخت ديالها دينارزاد وهي تقول لها أختي شهرزاد، إلا ما كان فيك نعاس عاودي لنا القصة اللي وعدتينا بها. شهرزاد هي تقول لها اليوم لأذن لي يا سيدي الملك، غادي نعاود لكم القصة ديال المنحوس. الملك شهريار قال لها تفضلي وعاودي لنا القصة. وبدات شهرزاد الكلام ديالها كالعادة، يحكى أيها الملك السعيد ذي الرأي الرشيد أن واحد رجل في مدينة بغداد كانوا كيعيطوا عليه المنحوس، وهذا السيد فين ما كان كيحط يديه على شي حاجه الا وكيتبعها الخرى، وحتى الخدمه حتى هي السقع ما كان عنده فيها زهر. الخدمه اللي خدمها كيجيب لمواليها الهلاك والخرى، واي حاجه بغى يديرها في السر ولا في العلن الا وكان الخسران المصير ديال. المهم هذا السقع هذا مكتوب عليه هنا منحوس، مع التحفظ من طبيعه الحال على كلمه منحوس. ولكن من الحوايج الزوينين اللي كانوا في هذا السيد هو ان الهمه ديالو عاليه وطالعه بزاف، وما كيكلش وما كيملش من انه يقلب على القوت ديالو ويقلب على انه يحسن من الوضع ديالو، بالرغم من ان المجتمع كامل كان ضده كيعيطوا عليه المنحوس وان الحياه تاعي كانت شاده مع العكس، ولكن العزيمه ديالو قويه وقويه بزاف. وبقى المنحوس على هذا الحال سنين وعوام، وحنا هذا المنحوس هذا على الاقل غنعطيه واحد السميه تبعت فيه شويه ديال الامل وغنسميوه سعيد. مشات ليام وجات ليام، سعيد بقى كيتعافر مع الدنيا وكيجمع واحد شويه من هنا وواحد شويه من هنا وواحد شويه من هنا، حتى وصل واحد النهار ولا عنده القدر ديال الفلوس باش يفتح محل ديال تكزارت. وداكشي اللي كان سعيد بقى بشويه بشويه حتى ولا تعرف المحل ديالو في المدينه كامله، ولاو الناس كاملين كيجيو يتقداو عنده. سعيد فرح بداكشي اللي عطاه الله وقال صافي داك النحس ما بقاش غادي يرجع عندي، والدنيا ابتسمت ليا وعطاتني من ابوابها مفتوح. في يوم من الايام وهو جالس خدام في المحل ديالو، هو يوقف عليه واحد السيد، رجل كبير شي شويه، اللحيه ديالو بيضاء وكيبان عليه الوقار والثياب ديالو نقيه. طلب منه واحد الكميه كبيره ديال اللحم. سعيد صوب ليه داكشي اللي بغى، وهذاك السيد جبد الفلوس وخلص سعيد. سعيد ملي شد الفلوس من عند هذاك السيد كيبانوا ليه هذوك الفلوس كيلمعوا بزاف ونقيين. شد هذوك الفلوس وبقى كيقلب فيهم وكيتامل فيهم وشدهم وحطهم في واحد الجنب من المجر ديال المحل ديالو. وبقى هذاك السيد كيجي كل نهار يتقدم لعند سعيد نفس الكميه وكيعطيه دائما نفس الفلوس اللي كانوا نقيين وكيلمعوا. وسعيد كيشد هذوك الفلوس وكيحطهم في المجر بوحدهم بعاد على الفلوس الاخرين. مشات ليام وجات ليام، سعيد واحد النهار كيحل المجر ديالو كيلقى فيه غير هذوك الفلوس ديال هذاك السيد، وما بقاش عنده حتى شي حاجه من الفلوس الاخرين ديال الناس. هنا سعيد اضطر انه يتعامل بدوك الفلوس وما يبقاش غير خازنهم في المجر ديالو. جا عنده واحد السيد تقدم عنده اللحم وعطاه الفلوس، سعيد خصو يرد ليه الصرف ديالو. ملي سعيد بغى يرد الصرف هز من هذوك الفلوس اللي كان كيجيب هذاك الراجل، فاذا بهذوك الفلوس مزورين وداك اللمعان وداك البريق اللي كان فيهم كله مشى بحال ما كانت حتى شي حاجه. سعيد تسعق وما عرف راسو باش تبلى، لان الفلوس ديالو كاملين وراس المال ديالو كامل ولا من هذوك الفلوس اللي كان كيشري من عند هذاك السيد. خرج للزنقه وكيغوت وكيبكي وكيضرب في حناكو وكوك عباد الله. تجمعوا عليه الناس، ياك ما كاين باس ياك ما كاين باس. قال لي مودي راه واحد السيد راه كيجي يتقدى عندي، هدر ليا وهدر ليا وهدر ليا. واحد من دوك التجار قال لي السي سعيد بلا ما تبقى تبكي وتندب على والو، غادي دير واحد القضيه، غادي تسنى هذاك السيد ملي غادي يجي عندك المحل، غير هو يجي عيط علينا احنا غادي نتكلفوا به. التجار الاخرين والناس اللي كانوا مجموعين عليه قالوا لي هذا الكلام اللي قال لك هذا السيد هذا راه معقول، سير لمحالك وخلي حتى يجي داك السيد، ويلا جا عيط علينا. وداك الشيء اللي كان سعيد برد واحد شويه ومشى للمحل ديالو وجبد واحد الخروف ودوز عليه وعلقوا في المحل ديالو، وبدا خدام في المحل ديالو والناس كتشري من عنده شي غادي شي جاي شي غادي شي جاي. واحد شويه هو يتم جاي هذاك الراجل الكبير باش يشري اللحم من عند سعيد، غير وصل حدا المحل وهو يتلاح عليه سعيد بواحد الشنق، شنق عليه وبدا كيغوت عباد الله عباد الله ها هو السيد اللي عاودت لكم القصه ديالي معاه. خرجوا التجار كاملين وتجمعوا عليهم الناس وداروا واحد الجوقه كبيره. سعيد هو يقول لهذاك الراجل الكبير ما حشمتيش يا عدو الله تجي وتعطيني فلوس مزورين. هذاك الراجل الكبير قال لي علاش كتكذب انا ما عطيتكش كاع الفلوس مزورين. سعيد هو يقول لي ها ما انا نجيبهم لك هاد الفلوس هادو مزورين ولا ماشي مزورين. منين شاف راسو هذاك السيد وحل وهو يقول ليه شوف يا غادي تطلقني ولا غادي نشوهك قدام هاد الناس وغنقول لهم شنو كدير في المحل ديالك. سعيد تايق في راسو وعارف راسو واحد الراجل مزيان وكيبيع ويشري بما يرضي الله، ولكن دخلوا الشك هذاك السيد قال لي شنو غادي تقول لهاد الناس.
قال لي غادي نقول لهم بانك انت كتبيع الناس كاملين اللحم ديال البشر في بلاصه اللحم ديال الغنم وديال البكري. سعيد قال لي انا كنبيع اللحم ديال البشر. قال لي إيه انت كتبيع اللحم ديال البشر والناس كتسمع والتجار حتى هما كيسمعوا. وهو يقول لي هذاك السيد ايه انت كتبيع اللحم ديال البشر والدليل هو ان عندك واحد الراجل مدبوح في المحل ديالك. سعيد هو يقول لي واخا سيدي الا كتقول انت انا كنبيع اللحم ديال البشر هالمحل ديالي هالناس هما وهالتجار هما يدخلوا يقلبوا واش عندي فعلا شي عدل داخل. هذاك الراجل الكبير في الاصل كان ساحر. هذيك الوقيته اللي دخلوا التجار ودخلوا الناس للمحل ديال سعيد باش يشوفوا واش كاين فعلا شي جثه داخل هو دار السحر ديالو ورد هذاك الخروف اللي كان ذبح سعيد وعلقه في المحل ردوا فعلا بنادم معلق تما كاين. تجار الناس اللي دخلوا المحل ديال سعيد كيبان لهم السيد معلق في المحل ديالو. هنا التجار والناس اللي كانوا مجوقين تما تقلبوا على سعيد وشدوا وبقاو كيضربوا فيه وبقاو كيقولوا ليه يا عدو الله انت كتبيع اللحم ديال البشر في بلاصه اللحم ديال الغنم والبقري وباغي تحط الباطل على السيد وتقول عطاك فلوس مزورين. وهذاك الراجل الكبير يعطي واحد ضربه لسعيد حتى طارت لي عينه وهما يشدوه وكتفوه وداوه للوالي. ملي مشاو عند الوالي عاودوا لي القصه ديال سعيد وقالوا لي هذا السيد راه كيبيع اللحم ديال البشر. فامر الوالي بالجلد ديال سعيد 100 جلده ومصادره الاموال ديالو كامله وين فيه من ديك البلاد اللي كان فيها. وداكشي اللي كان جلدوا سعيد 100 جلده وخرجوه من المدينه وحكموا عليه بانه عمره ما رجعت. وهكذا العكس والنحس وحتى الظلم عاود رجعت عاشر مع سعيد. خرج سعيد من المدينه ديالو مدموم مهموم مغموم وخرج سارح في ارض الله كيقلب على ماء. مشت الايام وجات الايام وسعيد مازال سارح في ارض الله وكيقلب على مأوى وقاتلو غير الجوع وما عنده ما ياكل. بقى على داك الحال على امل انه يلقى شي مدينه اللي عاود فيها التجاره ويرجع يروج الحركه. في يوم من الايام وهو غادي سارح في ارض الله كتبان ليه واحد المدينه كبيره من البعد. فرح سعيد ملي شافها وقال الحمد لله غادي نبدا حياه جديده في هذه المدينه. دخل سعيد لديك المدينه وخدم فيها حمال وبقى كيجمع في فلوس بشويه 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 حتى دار واحد الرزيق وفتح به واحد المحل ديال تخرست يعني اسكافي. مشات الايام وجات الايام المحل ديال سعيد ولا معروف وروج الحركه مزيان. واحد النهار سعيد عيا من الخدمه وبغى يخرج يتنزه واحد شويه. ملي خرج كيتلاقى مع الموكب ديال السلطان وقف حتى هو مع الناس باش يشوفوا السلطان دايز هو والحاشيه ديالو. ملي السلطان قرب واحد شويه من سعيد سعيد شاف فيه وهو فرحان ومبتهج من داك المنظر اللي كيشوف. السلطان شاف سعيد كتبان ليه العين ديالو مقلعه. السلطان هو يقول بصوت هافت أعوذ بالله من شر هذا اليوم ودور العود ديالو ورجع بالموكب ديالو للقصر. سعيد الخراز ما فهم والو، علاش هادو كانوا غاديين في الطريق ديالهم واحد شويه حتى رجعوا وعلاش السلطان ملي شاف فيا قال هادوك الكلمات. وبينما سعيد كيتعجب من داك المنظر اللي شاف خرج واحد جوج من الحاشيه ديال السلطان وشدوا سعيد وبقاو يعطيو 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 حتى ردوا ليه ظهرو ارطب من كرشو. سعيد مسكين ناضم دقدق من ديك القتله اللي عطاو ومشى للدار ديالو وهو يعاود للجار ديالو شنو وقع ليه. جارو ملي سمعو كيقول لي ديك الهضره مات على سعيد بالضحك. قال لي سعيد علاش كتضحك؟ قال لي على ما فراسكش ان السلطان ديال هاد البلاد فيه التطير. قال لي شنو هو التطير؟ قال لي التطير هو ان هذاك السلطان ملي كيشوف شي واحد عور من عينيه ولا المنظر ديالو ماشي هو داك كيتشائم به وكيرجع في حالاته. وبيني وبينكم التطير نوع من انواع الشرك. وقال لي عندك الزهر اليوم اللي صيفط لك غير جوج الحراس ضربوك، اما في العاده بحال هاد الناس كيصفيها لهم. سعيد ملي سمع هاد الهضره من عند الجار ديالو وشاف ديك القتله العصا اللي كلاها بدون ما يدير حتى شي حاجه قال للجار ديالو انا هاد البلاد ما بقى ليا فيها جلاس. مشى باع المحل ديالو ومشى لدارو جمع الحوايج ديالو كاملين دارهم فوق كتافو وش الطريق خرج من المدينه. ملي وصل لاقصى المدينه يعني في الخرجه ديالها بدا كيسمع الصوت ديال الصهيل ديال الخيل وكيحسب ليه ان الموكب الملكي جايين دايزين من تما كاينه وخاف لي يشوفوا عاوتاني الملك. مشى كيجري كيقلب على شي بلاصه يتخزن فيها. كيقلب كيقلب ما يلقى واحد الباب ديال واحد الدار حلو ودخل تخزن فيه. وبينما هو مخبي ومخلوع فاذا بواحد اليد كتحط فوق من كتافه كيتلافت باش يشوف شكون. فاذا به مول الدار كيشنق عليه وكيقول لي الحمد لله اللي تمكننا منك اليوم. ثلاث ايام هادي وانت منوض فينا الرعب في هاد الدار هادي. سعيد مسكين تخلع وما عرف راسو باش تبلى. قال لي هنا الرعب هذا وين ثلاث ايام انا ما عمري ما جيت لهاد البلاصه هادي انا اول مره غادي نجي لهنا. هذاك السيد قال لي اسكت ما تكذبش هادي ثلاث ايام وحنا كنتسناوك غير ترجع للدار. قال لي سعيد اودي الله يهديك انا ما عمري ما جيت لهاد البلاصه هادي وانا هوقع لي البارح مع السلطان وراه تشائم مني وخرجت انا من هاد المدينه وانا خارج في طريقي كنسمع الخيول كتغوت كيحسب لي الموكب ديال السلطان جيت تخزنت في هاد الدار هادي هادشي اللي كاين. وبينما هذاك السيد شانق على سعيد وكيتهم فيه وهو يدخل الاخ ديالو
باللي دخل بان لي سعيد ويقول لي اه عليك كنك نقلب ثلاث ايام هادي وحنا كنتسناو فيك باش ترجع للدار. سعيد مسكين ويقول لي يا سيدي الله يهديك انا راه ماشي هو داك السيد اللي كتقلبوا عليه وانا راه ما عمرني جيت لهاد البلاصه. قال لي اسكت ما تكذبش، جيتي النهار الاول خرجتيها من النخلعه، جيتي النهار الثاني وهددتينا كاملين، والنهار الثالث جبتي واحد الموس وهددتي به الاب ديالي. سعيد مسكين عيا ما يقول لي ما انا راه بريء من هادشي اللي كتقولوا، راه ما عندي حتى شي علاقه بهاد الهضره اللي كتقول، وانا راه ماشي هو داك السيد اللي كتقلبوا عليه الله يهديكم. المهم بقاو مني منك مني منك، في الاخير قرروا انهم يسلخوا سعيد على اساس انه هو هذاك الشفار اللي كان كيجي لعنده، وشدوا سعيد وبقاو يعطيو 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 حتى تشرقوا عليه الحوايج ديالو. ملي تشرقوا الحوايج كيبانوا هذوك الامارات ديال الجلد اللي كان تجلد في المره الاولى. هذوك جوج الخوت ملي شافوا الاثار ديال الجلد في الظهر ديال سعيد قالوا لي ها انت دابا كتدعي البراءه وكتقول ان راه ما داير والو انا ماشي شفار وها انت مجلود وما كيتجلد الا اللي داير. علاش سعيد مسكين هو عاود لهم القصه ديالو ملي كان جزار مع هذاك الراجل الكبير. هذوك جوج الخوت بالرغم من داكشي كامل اللي عاود لهم سعيد ما تاقوش به وقرروا انهم يدوه للوالي. ملي داوه عند الوالي قالوا لي هاد السيد هذا راه 3 ايام وكيجي يتهدد علينا في الدار وجبد الموس وهدد الاب ديالنا باش يقتلو، واليوم جا كيتجسس عاوتاني باش يدخل علينا للدار ويخون داكشي اللي فيها، لقيناه وجناه لعندك وبغيناك تعاقب. وراه ملي شديناه لقينا فيه الاثار ديال الجلد مما كيعني انه واحد الانسان مجرم. الوالي ملي سمع الكلام ديال هادوك جوج الخوت وشاف فعلا الاثار ديال الجلد في الظهر ديال سعيد ما عطاش فرصه لسعيد باش يدافع على راسه، قرر في البلاصه انه يجلدو حتى هو 100 جلده. ملي جلدوه هزوه فوق من واحد الجمل وبداو كيدوروا به في الانحاء ديال المدينه وكيقولوا هذا هو الجزاء ديال المجرمين الاشرار السفاكين. وملي دوروه المدينه وسالاو حكموا عليه حتى هما بالنفي انه ما يرجعش لديك المدينه. هنا الخبر ديال سعيد شاعت في بزاف ديال البلدان، وغادي يسيق الخبر مزين بغداد ولا الرجل الصامت اللي هضرنا عليه في القصه اللي فاتت. المزين ولا الرجل الصامت تاكد من البراءه ديال سعيد في داكشي كامل اللي تنسب ليه، وعرف انه غير النحس هو اللي تابعه في الحياه ديالو، فقرر انه يمشي يقلب عليه، وفعلا مشى كيقلب عليه حتى لقاه. ملي لقاه جابوا معاه لبغداد في الخفاء بدون ما يعرف حتى شي واحد، ومن هذاك النهار سعيد ما كيخرجش من الدار ديالو الا في الليل وكيرجع ليها في الليل، وما كيخرجش بالنهار خوفا من ان شي واحد يشوفه ويعرفه ويبلغ عليه. وهنا شهرزاد هي توقف على الحكي وهي تقول لي اختها دينارزاد يا سلام عليك اختي وعلى القصه اللي عاودتي لنا وعلى السرد ديالك الجميل اللي سردتي. وهي تقول لها شهرزاد مازال ما شتي والو، القصص الاخرى اللي غادي نعاود لكم احسن واحسن من هذا الشيء كامل اللي عاودت لكم، ولا اذن لي سيدي الملك غدا ان شاء الله نجي ونعاود لكم قصه اخرى. الملك شهريار عجباته القصه ديال المنحوس وبغى يسمع ويستمتع بالقصص الاخرى ديال شهرزاد، وقال لها غدا ان شاء الله جي باش تعاودي لنا قصه اخرى. وقبل ما نسدو الحلقه بغيت نقول لكم انه ما كاين شي حاجه سميتها النحس، حيت الانسان كياخذ غير داكشي اللي كيقسم ليه الله تبارك وتعالى، وكيف ما كنقولوا دائما اللي كيعطي هو الله، اللي كيقلع هو الله، واللي كيرزق هو الله تبارك وتعالى. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، والا عجبكم راكم عارفين نشوفكم ان شاء الله في الاسبوع الجاي. تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم. الباشوشين السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله الف ليله وليله. كيف ما شفنا في الحلقات اللي فاتوا شهرزاد وعدتهم انها غادا تعود قصه اخرى. من بعدها الملك شهريار خرج من الديوان ديالو ومشى باش يستراح. لغد ليه ملي تعشات العشيه وبدا كيطيح الظلام مشى للديوان ديالو وقال لهم عيطوا لي على شهرزاد وعلى الاخت ديالها دينارزاد. ملي جات شهرزاد والاخت ديالها دينارزاد وهو يقول لها الملك شهريار كملي لنا القصه اللي وعدتينا بها. شهرزاد هي تلفت عند الاخت ديالها دينارزاد وهي تقول لها اختي شهرزاد الا ما كان فيك نعاس عاودي لنا القصه اللي وعدتينا بها. شهرزاد هي تقول لها اليوم لا اذن لي يا سيدي الملك غادي نعاود لكم القصه ديال الاحدب والخياط. الملك شهريار قال لها تفضلي وعاودي لنا القصه. وبدات شهرزاد الكلام ديالها كالعاده يحكى ايها الملك السعيد ذي الراي الرشيد انه في احدى مدن الصين كان واحد الخياط هو المرض ديالو عزيز عليهم يخرجوا للنزهه. وكان الخياط كل نهار ملي كيكمل العمل ديالو كيرجع للدار ديالو كيلقى المرض ديالو موجوده كيهزو داكشي اللي غادي ياكلوا معاهم وكيخرجوا، مره كيمشيو للبحر، مره كيمشيو يشوفوا الغروب ديال الشمس، مره كيمشيو للطبيعه، وكل نهار هما في النزهه. في يوم من الايام وهما راجعين من واحد النزهه غادي يتلاقاو مع واحد السيد المنظر ديالو غريب شويه. علاش؟ لانه كان قصير شويه واحدب، والاحدب هو اللي كنقولوا ليه عنده قعيه وفي بعض المناطق كيقولوا عنده حدبه. في البدايه ما زعموش يمشيو يهضروا معاه، ولكن من يقربوا ليه لقاو عليه السلام وهو يلقي عليهم السلام، بداو كيهضروا مع بعضياتهم ولقاوه واحد الانسان نشيطي وفيه الضحك بزاف
هما يقولوا لي عرفتي اش غادي دير، اجي دخل معنا للدار باش نتعشاو كاملين. هذاك الاحدب قبل العراضه ديال الخياط والمراه ديالو، والخياط قبل ما يدخل للدار ديالو مشى شرى شويه ديال الحوت وشويه ديال الفواكه وشويه ديال الحلوه. ملي وصلوا للدار مرت الخياط خدات داك الحوت وطيباته ودارته احسن طيب. ملي جلسوا كيتعشاو بدا كيتعاودوا مع بعضياتهم النكات، ولقاو داك الاحدب فيه الضحك بزاف والجلسه معاه ممتعه. واحد شويه مرت داك الخياط بدات كتزعم على الاحدب، هي تقول ليه نكته هو يقول لها نكته، هي تقول ليه نكته هو يقول لها نكته. واحد شويه بحال زعموا على بعضياتهم. مرت الخياط شدت واحد الدغمه كبيره ودارت فيها الحوت وشدتها وخشاتها لهذاك الاحدب في الفم ديالو، وبقات هي كتدفع وهو كيدفع، هي كتدفع وهو كيدفع، وكيضحكوا كيضحكوا. واحد شويه هذاك الاحدب سرط هذيك الدغمه وهي توحل ليه واحد الشوكانه، بقى كيغوت ويطير وينزل. واحد شويه طاح الكاو مات. الخياط ومرتو ما عرفوا راسهم باش تبلعوا. السيد كان معاه مصحه سلام حتى ولا ميت داخو، ما بقاو عارفو ما يدير. الخياط هو ينوض لمرتو، انت فاعله، انت تاركه، انت السبب في هادشي كامل، انت اللي درتي وانت اللي درتي. المراه قالت لي انا رانا غير كنضحك معاه وما كنتش عارفه بانه راه كاينه شوكه وسط من هذاك الحوت. قال لي جدك قاعد تضحكي معاه، واش وصلنا كاع للضحك هذا؟ ناكلو نتعشاو نوضو نتقعدو في حالاتنا. المهم بقاو كيتغاوتوا مع بعضياتهم، لا انت السبب، لا انت السبب، لا انت السبب، لا انت السبب. واحد شويه المراه ديالو هي تقول لي شوف هاد البكاء هذا كامل راه ما غادي ينفعنا حتى شي حاجه، خاصنا نقلبوا على حل كيفاش غادي نديروا مع هاد السيد هذا اللي مات. الخياط ويقول لها انت اللي قتلتيه وانت اللي غادي تقلب لينا على الحل. مرتو هي تقول لي شوف انا عندي واحد الحل، غادي تهز هذاك الاحدب وغادي نغطيه بواحد الزيف وغادي نخرجوا من الدار. الا تلاقينا مع شي واحد قول لهم هذا راه ولدنا مريض، غادي نديوه لعند الطبيب. داكشي اللي كان، الخياط هز هذاك الاحدب وغطاه بواحد الزيف وتم غادي خارج به، ومرتو غادا تابعه وراه وكتعدد وليدي كنتي صحه سلام، عاد مرتي لينا، يا ربي شافيك، يا ربي يدير ليك. المهم طريق كامله وهي غادا كتبكي على اساس ان هذاك اللي هز رجلها هو ولدها. الناس ملي شافوها كتبكي وتعدد على ولدها كيقولوا ليها الله يشافيه لك. وبقاو غاديين كيقلبوا على شي طبيب حتى لقاو واحد الطبيب كاين في واحد البلاصه بعيده من القبيله ديالو. ملي وصلوا لعند الباب الدار ديال الحكيم ولا الطبيب، دقوا الباب، هي تحل لهم الممرضه ديالو، قالوا ليها ودي راه ولدنا مريض وجناه لعند الطبيب باش يكشف عليه. قالت لهم دخلوا تفضلوا. ملي دخلوا مرت الخياط خشات يديها في جيبها وجبدت نص دينار وعطاته لهذيك الممرضه. الممرضه غير شافت داك النص دينار هي تطير بالفرح، هي تقول لها مرت الخياط عيطي لينا على الطبيب دابا باش يجي يشوف لينا ولدنا. الممرضه طلعت كتجري باش تعيط على الطبيب. ملي طلعت الممرضه مرت الخياط هي تقول لراجلها عرفتي شنو غدير؟ غتهز هذاك الاحدب وغتحطو فوق من العتبه ديال الدروج باش نفلتو بجلدنا. داكشي اللي كان، الخياط هز الاحدب وحطو فوق من العتبه ديال الدروج ومشى كيجري هربان هو ومرتو. الطبيب ملي قالت ليه الممرضه راه هاد الناس عطوني نصف دينار، نزل فرحان كيجري وقال هذه همزه صحيحه. ملي تم جاي نازل كيجري في الدروج ما شافش هذاك الاحدب، ضرب فيه برجليه تعكل وطاح هو وياه. الطبيب ناض غياج مع النوضه ومشى كيجري باش يشوف شنو وقع لهذاك الاحدب، ومن طبيعه الحال ما كانش عارف بانه راه الاحدب، كان كيحسب ليه غير داك الولد الصغير. ملي حيد هذاك الزيف اللي كان مغطي به الاحدب ما كيلقاش دري صغير، وانما كيلقى الاحدب وميت. الطبيب ملي شاف هذاك الاحدب ميت كيحسب ليه هو اللي قتلو ملي تعكل فوق منه وطاحو بجوج، وبدا كيأنب في راسو كيقول مالي انا على هاد الزربه وعلاش ما شفتش هذاك السيد؟ امي انت جداني لهذا الشيء كامل. وجلس كيبكي وكيتحسر وكان كيحسب ليه هو اللي قتل هذاك الاحدب. مرتو سمعته كيبكي وهي تقول ليه مالكيك ما كاين باس، قال لها ودي راه وقع وقع والسيد هو قدامك راه قتلته. وهي تقول ليه مرتو شوف البكاء راه ما غادي يخرجنا في حتى شي نتيجه، خصنا نقلبوا على شي حل اللي غادي نتخلصوا من هذه الجثه ديال هذا السيد اللي مات. الطبيب قال لها كيفاش غادي نديروا؟ الشرطه غير كيدوروا هنا ولا مشاو تشدونه؟ اشنو غادي نقولوا للقاضي وشنو غادي نقولوا ليه؟ مرتو هي تقول لي شوف غادي نهزوه وغنلوحوه في الدار ديال الجار ديالنا، هو راه ما كيكونش بنهار كيرجع غير في الليل. وداكشي اللي كان، الطبيب هو مرتو هزوا هذيك الجثه ديال الاحدب وهبطوا بها للسطح ديال الدار ديال الجار، وشدوا الاحدب وعلقوه في الحيط ديال الدار ديال جارهم على اساس انه بحال شي شفار باغي يدخل للدار. داروا فعلتهم ورجعوا كيجريوا لدارهم. وهذاك الجار اللي كان ساكن حداهم كان هو الطباخ ديال السلطان، وكان غالبا ملي كيرجع في الليل كيجي معاه اللحم والدجاج والحوت وكيحطو في الدار ديالو، ولكن كان ما كيلقاش هذاك الحوت واللحم والدجاج لانه المشاش والكلاب كانوا كيدخلوا ياكلوا، وهو كان كيحسب ليه انه كاين شي شفار كيدخل للدار كيسرق هذاك الشيء كامل وكيمشي. ملي وصل للدار ديالو شعل الشمعه باش يضوي، وهو يبان ليه الاحدب لاصق في الحيط، هو كيحسب ليه هذاك هو الشفار اللي كيدخل يسرق ليه اللحم والدجاج والحوت، وقال هذا هو اليوم حصلته. هز واحد هراوه ومشى كيجري لعند الاحدب،
وبقى كيعطيه يعطيه 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 ويقول لي انا كنت كيحسب لي المشاش والكلاب اللي كياكلوا داك الشيء، الساعه انت الشفار اللي كدير هذا الشيء كامل، اليوم جابك الله ليا، وبقى يعطيه 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 حتى طيحوا الارض ميت. هذاك الطباخ ديال السلطان ملي شاف الاحدب طاح الارض ما كيتحرك وما كيتكلم، قال مهمتي انا اللي قتلته، وهو يبدا ينف راسو كيقول مهمتي قتلت هذا المسكين هذا على قبل الدجاج وعلى قبل اللحم. واحد شويه ويبدا كيهضر مع الاحدب وبدا كيقول لي واش ما كفاكش انك انت احدب وقصير بحال هكا وزايده بالسرقه حتى هي من الفوق، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لو كان استغنيتي على السرقه ما غنكونش انا اللي قتلتك. المهم الطباخ ديال السلطان شاف راسو انه مورط في هذا الجريمه، وفي ذاك الليل هز الاحدب دارو فوق من كتافه وخرج به للزنقه، بقى كيقلب على شي بلاصه اللي غيحطوا فيها، وهو يلقى واحد الحانوت حطوا حداه سند الظهر ديالو للحيط ورجليه مسرحين وخلاه هكاك مشى هرب النهار. في ذاك الليل دايز واحد الخواجه من السماسره ديال السلطان، وداك النهار كان جاي كيتلاوح لانه كان سكران وما يجلس غير حدا الجثه ديال الاحدب ولكن بلا ما يشوفها لانه كان ظلام بزاف، وبدا كيقول الحمد لله اللي نجاني من دوك البراش اللي كانوا تابعيني حيت عارفيني سكران وبغاو يخونوا لي الحوايج ديالي والطربوش ديالي. وهو باقي كيهضر كيحس بشي حاجه في الجنب ديالو، ملي تلافت كيلقاه الاحدب جالس حداه، هو ملي بان ليه داك الاحدب قصيور كيحسب ليه واحد من دوك البراش اللي كانوا تابعينه بغاو يخونوا لي حوايجو بغاو يخونوا لي الطربوش ديالو، وهو يشد هذاك المسكين الاحدب وبقى يعطيه 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 حتى لاحو ميت. في الوقيته اللي كان جالس كيضرب فيه دايز واحد من الشرطه وهو يبان ليه كيضرب في هذاك الاحدب، وهو يمشي لعند هذاك الخواجه قال لي علاش كتضرب في هذا السيد؟ قال لي هذا راه كان بغى يخوي لي الحوايج ديالي ويخوي لي حتى القبعه ديالي. الشرطي هو يتلاف جيت الاحدب كيبان ليه ميت، وهو يشد هذاك الخواجه لقى عليه القبض وداه للمقر ديال الوالي. في الصباح ملي حضر الوالي جابوا الخواجه وجابوا الشرطي اللي كان شاهد على الجريمه. الوالي هو يسول الخواجه السمسار قال ليه واش انت اللي قتلتي هذا السيد؟ هذاك الخواجه كان كيحسب ليه راه هو فعلا اللي قتل هذاك السيد، قال ليه نعم انا هو اللي قتلته. هنا الوالي ما بقى ليه الا يحكم على هذاك الخواجه بالاعدام، وخرج البراح كيبرح في الناس وكيقول بان الخواجه السمسار غادي تعدم في الساعه الفلان فلانيه. ملي وصل الموعد جمعوا الناس كاملين في الساحه وكان من ضمنهم الخياط ومرته والطبيب وحتى الطباخ ديال السلطان. الجلاد جاب الخواجه للساحه وكان كيستعد باش يعدمه، واحد شويه كيسمع وقف وقف بلاتي ما تعدموش، كيتلافتوا فاذا بهذاك الطباخ ديال السلطان كيخرج من وسط من الناس وكيقول لهذاك الجلاد ما تعدموش لان هذا السيد هذا بريء، انا هو اللي قتلت هذا السيد وهوقع عليا وهوقع عليا وهوقع عليه. الوالي ملي سمع الكلام ديال الطباخ ديال السلطان وهو يقول للجلاد ديالو حيد هذاك الخواجه من تما وحط هذا الطباخ هذا وعدمه. داكشي اللي كان الجلاد خرج الخواجه من الساحه وحط في بلاصتو هذاك الطباخ ديال السلطان. يلا كانوا كيدوروا لي في الحبل على عنقو وهو يبدا يسمع عاوتاني بلاتي بلاتي ما دير حتى شي حاجه ما تعدموش هذاك السيد. كيتلافتوا فاذا بالطبيب وهو المرا ديالو خارجين من وسط من الناس وقالوا لهذاك الجلاد ما تعدمش هذا السيد راه بريء، راه حنا اللي قتلنا هاد الاحدب هذا وهوقع علينا وهوقع علينا وهوقع علينا وهوقع علينا. الوالي ما بقى فهم والو ملي سمع هذاك الطبيب هو المرا ديالو كيقولوا ديك الهضره وهو يقول لهذاك الجلاد خرج هذاك الطباخ وحط هذا الطبيب هذا باش تعدم. داكشي اللي كان الجلاد خرج هذاك الطباخ من الساحه وحط هذاك الطبيب ودور الحبل على عنقه. يلا بغى ينفذ فيه الحكم واحد شويه هو يبدا يسمع عاوتاني بلاتي بلاتي ما دير حتى شي حاجه ما تعدموش هذاك السيد. كيتلافتوا فاذا بالخياط والمرا ديالو كيقولوا بانهم هما اللي قتلوا هذا السيد هذا وهوقع عليهم معاه وهوقع عليهم وهوقع عليهم. هنا الوالي هو يتعصب وهو يقول لهم واش هذه القصه هذه ما بغاتش تسالي؟ واش كل مره واحد خارج كيقول لنا رانا اللي قتلت راه لا خرج لنا شي واحد اخر راه غادي نحكم عليكم كاملين. المهم الوالي هو يقول للجلاد ديالو خرج هذاك الطبيب من الساحه وحط هذا الخياط هذا. وداكشي اللي كان الجلاد خرج الطبيب من الساحه وحط الخياط والو الحبل على العنق ديالو. يلا بغى ينفذ الحكم عاوتاني في الخياط وهو يخرج واحد من وسط من الناس وكيقول انا مرسول من عند السلطان ومشى ديريكت لعند الوالي وهو يقول يحبس هذه المزاله. السلطان سمع بالحكايه ديال الاحدب وهاد الناس اللي كيقولوا هما اللي قتلوه وبغى يحقق بنفسه في هذه القضيه هذه. داكشي اللي كان الوالي دا معاه الخياط والمرا ديالو والطبيب والمرا ديالو والطباخ ديال السلطان وهداك الخواجه السمسار حتى هو. ملي وصلوا قدام السلطان هو يسولهم علاش نوقع عليهم مع هاد الاحدب، كل واحد فيهم عاود ليه القصه ديالو مع داك الاحدب.
ملي سمع الكلام ديالهم قال لهم كيبان لي انكم كاملين مشتركين في القتل ديال هذا السيد، داكشي علاش غادي نحكم عليكم كاملين بالاعدام، لانني ما عرفتش شكون هو القاتل الحقيقي. والا بغيتوني نعفو عليكم وتمشيو في حالاتكم، كل واحد فيكم يعاود لي قصه، والقصه اللي غيعاود ليا خصها تكون احسن من هذه القصه ديال هذا الاحد. داكشي اللي كان، تقدم الخواجه السمسار وعاود القصه ديالو للملك. الملك ملي سمع القصه ديالو قال لي هذه القصه ما عجبتنيش وكتبقى ديما القصه ديال الاحدب حسن منها. تقدم الطباخ ديالو حتى هو وعاود ليه واحد القصه، ملي سمع الملك قال لي هذه القصه ما عجبتنيش لان القصه ديال الاحدب ديما كتبقى حسن منها. الطبيب حتى هو المرض ديالو عاودوا للملك واحد القصه، الملك ملي سمع القصه ديالهم ما عجباتوش وقال لهم القصه ديال الاحدب دائما كتبقى احسن من القصه ديالكم كاملين. وهو يتقدم الخياط والمراه ديالو وعاودوا القصه ديالهم للملك. الملك ملي سمع القصه ديال الخياط والمراه ديالو عجباتو القصه، واللي عجبو اكثر هو واحد الشخصيه وسط من القصه ديالهم، واللي قال لهم الخياط بانها في واحد من السجون، وهذه الشخصيه كان سميتها المزين ولا الرجل الصامت. الملك هو يقول الخياط القصه ديالك عجبتني بزاف وجاتني احسن من القصه ديال الاحدب، ولكن الا بغيتيني نعفو عليكم كاملين عندي واحد الشرط، هاد الشخصيه اللي عاودتي عليها وقلتي كاينه في واحد من السجون تجيبها لي نشوفها واش فعلا الحقيقه ولا غير كذوب. الخياط قال لي الا اذنتي ليا نمشي نجيبو من داك السجن اللي هو فيه. داكشي اللي كان، السلطان قال للوالي سير مع الخياط باش تجيبو هاد السيد هذا. السلطان امر الوالي باش يمشي مع الخياط يجيبوا هذه الشخصيه اللي سميتها الرجل الصامت ولا المزين. ملي مشاو عنده للسجن قالوا ليه بان السلطان اعجب بالشخصيه ديالك وبغى يشوفك هو شخصيا ويكافئك. وداكشي اللي كان، المزين جمع الوالي ومع الخياط للقصر ديال السلطان. ملي وصلوا للقصر السلطان هو يقول لهذاك المزين هذا الخياط عاود لي على القصه ديالك وعجبتني، داكشي علاش بغيت نشوف واش هادشي اللي قال فعلا حقيقي ولا لا. المزين هو يقول السلطان اللي شاف ماشي بحال اللي سمع، واخا يعاودوا لك اللي عاودوا عليا ما غاديش تعرفني حتى تشوفني في الحقيقه. وقبل ما نعاود لك القصه ديالي وكيفاش حتى وصلت للسجن، بغيت نعرف القصه ديال هاد الاحدب هذا مع هاد الناس هادو كامل. السلطان هو يقول لهذوك الناس كاملين كل واحد فيكم يعاود القصه ديالو لهذا المزين. داكشي اللي كان، الخياط عاود القصه ديالو، الطبيب عاود القصه ديالو، والطباخ عاود القصه ديالو، وحتى الخواجه السمسار عاود القصه ديالو. المزين ولا الرجل الصامت ملي سمع القصص ديال هذوك الناس تحجب الامر ديالو. هنا المزين هو يطلب من السلطان واش يقدر انه يكشف على الوجه ديال هذاك الاحدب. السلطان هو يقول ليه تفضل تقدر تكشف على الوجه ديالو. هذاك المزين ملي كشف على الوجه ديال الاحدب وهو يطلق واحد الضحكه غريبه وعجيبه، ومن كثره الضحك اللي كان كيضحك طاح على ظهره وبقى كيتركل في الارض بالضحك. السلطان غضب واحد شويه ويقول ليه علاش كتضحك الضحك هذا؟ قال ليه القصه اللي عاودوا لي هاد الناس مع هاد الاحدب عجيبه وغريبه، واول مره نسمع بهاد القصه ديال راجل كيموت ربعه المرات، والاغرب من هاد الشيء كامل هو ان هاد الاحدب يرجع للحياه. السلطان هو يغضب عاوتاني مره اخرى وهو يقول ليه واش كتفلى علينا؟ واش السيد ميت وانت تتقول لي نرجع للحياه؟ ويقول لي هذاك المزين هذا الاحدب راه ماشي ميت وانا دابا غنثبت لك بانه ماشي ميت. ويقول لهم جيبوا لي هذيك الخنشه اللي جت معايا ملي جيت من الحبس. داكشي اللي كان، مشاو جابوها عليه، حلها وجبد منها واحد الكلاب وشد هذاك الاحدب حل ليه فمه وخشى هذاك الكلاب لداخل وهو يجبد هذيك الشوكه اللي وحلت ليه في الحلق ديالو. الاحدب ملي داك المزين حيد ليه ديك الشوكه من الحلق ديالو وهو يبدا يتحرك وبدا كيتنفس، الناس شافوا داك المنظر هما يضعروا بالخلع، والسلطان حتى هو بقى غير كيشوف. واحد شويه هذاك الاحدب حل عينيه كتبان ليه الجوقه ديال الناس وكيبان ليه السلطان وكيبان ليه الوالي وبزاف ديال الناس، وهو يقول لهم شنو واقع، وهما يعاودوا ليه كاملين اشنو وقع لهم معاه. الاحدب اللي سمع القصه ديالو مع دوك الناس كاملين اغمي عليه عاوتاني مره اخرى. جابوا ليه شويه الماء بقاو كيرشوه ليه على وجهه وعطاوه يشرب حتى استرجع الوعي ديالو. ملي فاق من القلبه كيلقى الناس عاوتاني مجوقين عليه، قال لي ما شنو واقع؟ قالوا لي ودي راه شنو وقع لك وشنو وقع لك؟ عاد هو يسترجع الكلام اللي كانوا عاودوا ليه قبل. ملي سمع هكاك هو يبدا يبكي عاوتاني وكيتحسر على داكشي اللي كان وقع ليه. ويجي عنده ذوك المزين ويقول لي ما كاين علاش تبكي، راك كنتي ميت وانا رجعتك للحياه. السلطان هو يقول لهذاك المزين في الحقيقه سمعت عليك غير في القصه اللي عاودينا عليها الخياط، ولكن انا اليوم شتك في الحقيقه وتاكدت فعلا من داكشي اللي كانوا كيعاودوا عليك، داكشي علاش غادي نكافئك على هادشي اللي درتي معنا وهادشي اللي درتي مع هاد الاحدب، ولو كان ما كنتيش انت كان هاد الراجل هذا غادي يكون تحت التراب. والغريب ان هاد الراجل تقتل ربعه المرات وهو الان على قيد الحياه. السلطان هو يامر امين المال
باش يعطي واحد السره ديال الفلوس لهذاك المزين، وعطى سره اخرى بحالها لهذاك الاحدب مسكين. ومن بعدها عفى على الخياط ومرتو وعلى الطبيب ومرتو وعلى الطباخ ديالو وحتى الخواجه السمسار حتى هو عفى عليه. وهنا شهرزاد هي توقف على الحكي، وهي تقول لها اختها دينار زاد يا سلام عليك اختي وعلى القصه اللي عاودتي لنا وعلى السرد ديالك الجميل اللي سردتي. وهي تقول لها شهرزاد مازال ما شتي والو، القصص الاخرى اللي غادي نعاود لكم احسن واحسن من هذا الشيء كامل اللي عاودت لكم. ولا اذن لي سيدي الملك غدا ان شاء الله نجي ونعاود لكم قصه اخرى. الملك شهريار عجباته القصه ديال الاحدب والخياط، وبغى يسمع ويستمتع بالقصص الاخرى ديال شهرزاد، وقال لها غدا ان شاء الله جي باش تعاودي لنا قصه اخرى. وحتى انا كنوعدكم ان شاء الله في الحلقه الجايه نعاود لكم قصه من قصص الف ليله وليله. ومن هنا لذاك النهار كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم ونشوفكم على خير، والسلام عليكم. سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكايه جديده. وحكايتنا اليوم على غزلت السلطان. ايوا الا بغيتي تسمع الحكايه وتعرف الاحداث ديالها راك عارف، كبر الشاشه وطلق البشاشه وبقى معنا حتى نهايه الفيديو. كان يا ما كان يا سادية كرام في سالف العصر والأول، وكان حتى كان احتكر الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. يحكى يا سادية كرام أنه في واحد القبيلة كانوا ثلاثة ديال البنات، من بعد ما توفوا الوالدين ديالهم بقوا عايشين على باب الله. كل مرة في السيمانة كيجمعوا داك الشيء كامل اللي كيصوبوه وكيديو للسوق يبيعوه باش يقدروا ياكلوا ويشربوا. وهاد البنات كانوا متقاربين في السن، الكبيرة سميتها عائشة، الوسطانية سميتها مينا، والصغيرة فيهم سميتها رحمة. ولكن الصغيرة فيهم كانت هي الأكثر جمالا والأكثر ذكاء والأرجح عقلا، وكانت فيما حطت يديها كتيسر الأمور، وأي مسألة كانت كتدور بيناتهم دائما هي اللي كتعطي الرأي الصائب. ومن بين الحوايج اللي كانت كدير هو أنها من غير داكشي اللي كانت كتخدم مع خواتها باش يبيعوا في السوق، كانوا عندها واحد الدجاجات كيبيضوا ليها وكتشد هذاك البيض وكتبيعوا في السوق بعيد على ديك السلعة اللي كيديو بيعها هما، وكتشري به داكشي اللي خاصة. وهذه المسألة هذه كانوا خواتاتها كيحسدوها على هاد الذكاء والجمال اللي عندها. في الجنب ديال الدار ديال هاد البنات كان ساكن واحد الغول. في يوم من الايام رحمه البنت الصغيره مشات تسخر لخواتاتها. ملي خرجت رحمه تسخر خواتاتها بجوج تفقوا عليها وشدوا دوك الدجاجات ديالها وهما يلوحون في الدار ديال الغول. ملي رجعت رحمه من الصخره ديالها كتلقى الدجاجات ديالها ما كاينينش. هي تسول خواتاتها قالت لهم فين هما الدجاجات ديالي، قالوا لها ودي راه كانوا كيلعبوا هنا، بقاو كيطيروا من هنا ومن هنا وهما ينقزوا في الدار ديال الغول. رحمه غير سمعت الغول هو يبرد لها الماء في الركابي بالخلع. وهي تقول لخواتاتها ودابا ما كاينش شي طريقه باش نقدروا نجبدوا دوك الدجاج من تم، قالوا ليها ودي الا بغيتي احنا غادي نعاونوك، غادي نشدوك غادي نربطوك بواحد الحبل وغندليوك وسط الدار ديال الغول تهزي دوك الدجاجات ديالك ونعاود نرجعوك. قالت لي واخا انا متفقه ندير هادشي. داكشي اللي كان شدوها ربطوها من الحزام ديالها ودلاوها حتى هبطت للدار ديال الغول. غير حسوا بها هبطت في الدار وهما يلوحوا لها القنب وخلاوها وسط من الدار ديال الغول. رحمه مسكينه بقات كتعيط بهم وكتستنجد بهم وكتقول لهم عتقوني عتقوني راه غادي يقدر ياكلني الغول. ولكن خواتاتها من الحقد والغل اللي كان في قلبهم عليها خلاوها تما كاينه مسكينه ومشاو وداروا راسهم بحال ما سمعوهاش. رحمه مسكينه بقات كدور في الدار ديال الغول وكتقلب على شي بلاصه تخزن فيها قبل ما يجي الغول، لان الغول كان كيجي دائما في العشيه. بقات كدور وتقلب تدور وتقلب هي تلقى واحد البنيقه وتخزنت فيها، وتخشات مسكينه في ديك البنيقه وبقات كتبكي وكتسنى في المصير ديالها اللي هو ملي غادي يجي الغول غادي ياكلها. ما جات فين تعشى العشيه حتى الغول دخل الدار ديالو، غير دخل مع الباب ديال الدار وبدا كيشم الريحه ديال شي بشر. بقى كيقلب يقلب وتابع ديك الريحه ديال البشر حتى لقى رحمه مسكينه مخزونه في واحد البنيقه. رحمه غير شافته ماتت بالخلع، وهي تقول لي عافاك عمي الغول ما تاكلنيش. هنا وقعت واحد الحاجه غريبه وعجيبه، وكانت عكس داكشي اللي كانوا كيتوقعوا خواتها رحمه. الغول في العود ما ياكل رحمه قال لها بنتي ما تخافي من حتى شي حاجه، انا ما غاديش ناذيك، ولا قبلتي تكوني بنتي انا نربيك ونرعاك ونتكلف بك. رحمه ملي قال لها الغول هاد الهضره وشافت بانه ما غادي يقتلها ما غادي ياكلها قالت لي انا موافقه نكون بنتك. وداكشي اللي كان شدها من يديها ودخلها لدارو وجلست هي وياه وعاودت لي القصه ديالها كامله مع خواتاتها. مشات الايام وجات الايام، رحمه كبرات وولات مرات ديال الزواج، والغول باقي كيرعاها ويتهلا فيها وكيعاملها بحال بنته. من بعد واحد المده الغول بدا كيتيق في رحمه وهو يعطيها السوارت ديال الدار ديالو اللي كان فيهم 40 ساروت، وكل ساروت من دوك السوارت كيحل واحد الغرفه من الغرف ديال الدار ديالو. وقال لها هكا بنتي هاد السوارت دخلي لهاد الغرف كيف ما بغيتي وديري داكشي اللي بغيتي، ما كاين اللي غادي يدوي معك، ولكن عندي واحد الشرط، هذيك الغرفه الفلان فلانيه عمرك ما تحلي الباب ديالها. رحمه قالت لي واخا صافي عمرني ما غادي نوصل لهذاك الباب.
ولكن الشيطان بدا كيلعب الرحمه في راسها، وكيف ما كتعرفوا الممنوع مرغوب، وهي تبدا تقول في راسها علاش اللي ما ندخلش لهذا الباب، ومادام الغول قال لي ما تدخليش لهذا الباب اذا كاين شي سر تما كاينه، ولا كنت انا بنته كيف ما كيقول علاش ما يقولش لي السر اللي كاين في هذه الغرفه. المهم الوسواس بدا كيلعب برحمه، وهي تقرر انها تمشي تحل ذاك الباب. ملي حلت ذاك الباب ودخلت لديك الغرفه كتفاجئ بانها خاويه ما فيها حتى شي حاجه، ولكن في النهايه ديال ديك الغرفه كان واحد السرجم، وهذاك السرجم كان كيطل على الحديقه ديال القصر ديال الملك. حلت هذاك السرجم ودخلت للحديقه، ملي وصلت للحديقه ديال القصر هي تشوفها واحد الغزاله، وهي تقول لها صباح الخير بنت الغول. رحمه هي تجاوبها قالت لها صباح الخير شكون انت؟ هي تقول لها الغزاله انا غزلت السلطان وبغيت نقول لك شي حاجه، هذاك الغول اللي كيقول لك رانا كنعاملك بحال بنتي هذاك راه غير كيوجد فيك وكيسمن فيك وكيغلط فيك باش ياكلك واحد النهار. رحمه منين سمعت الغزاله قالت لها هذه الهضره تقلقت شي شويه، قالت لها لا علاش كتقولي بحال هكا، الغول كيعاملني معامله حسنه وكيتهلا فيا وكيجيب لي ما ناكل وعمرو اداني بشي حاجه، وهذه الهضره اللي كتقولي راه ما عندها حتى شي علاقه. الغزاله دارت واحد الضحكه مستفزه ومشات في حالاتها. الغد اللي عاوتاني رحمه هي تدخل لهذيك الغرفه وخرجت من الشرجم، وهي تلاقى عاوتاني مع الغزاله هي تعاود ليها نفس الكلام اللي قالت لها النهار الاخر، وبقات رحمه على هذا الحال كل نهار كتدخل لديك الغرفه وتخرج من السرجم في الحديقه ديال الملك وكتلاقى مع الغزاله، والغزاله كتقول لها نفس الهضره اللي كانت كتقول لها في الايام الاخرى. رحمه ديك الهضره اللي قالت لها الغزاله بدات كتخدم لها في راسها واحد شويه، وبدات كتقول واقيلا هذه الغزاله عندها الحق، وفي كل مره كتخرج لديك الحديقه وكتلاقى مع الغزاله كترجع الاحوال ديالها ماشي هما هادو، وبدا كيبان عليها الخوف والقلق وديما ساهيه، وما بقات باغا لا تاكل ولا تشرب. الغول رد البال بان رحمه الاحوال ديالها ماشي هما هادوك، وما بقاتش هذيك البنت اللي مفعمه بالحيويه والنشاط، وحتى الصحه ديالها بدات كتدهور. هنا الغول قرر انه يهضر مع رحمه، وهو يقول لها مالك بنتي كنشوفك ماشي هي هذيك، صحيحتك بدات كتضعف، ما بقيتي تاكلي لا تشربي وديما ساهيه، ياك ما كاين باس، ياك ما كاين شي حاجه ما عجباتكش. انا رحمه ما بغات تقول حتى شي حاجه للغول، وبقى الغول كيصرع عليها باش يعرف السبب علاش هي ماشي هي هذيك، ما بغاتك تقول لي حتى شي حاجه. هنا الغول هو يدرك بان رحمه ممكن تكون دخلت لديك الغرفه، وهو يسولها قال لها ما تكذبيش عليا وقولي لي الحقيقه، واش دخلتي من هذيك الغرفه؟ رحمه لقات راسها تحطات قدام الامر الواقع، وشافت حتى عيات، وهي تقول لي ايه راني خالفت الاوامر ديالك وفتحت هذيك الغرفه، وملي دخلت ليها لقيت داك السرجم وخرجت للحديقه ديال القصر ديال الملك، وانا نتلاقى مع واحد الغزاله وهاجات ليا وهاجات ليا وهاجات ليا، وداكشي علاش من داك النهار وانا خايفه منك يكون ديك الهضره اللي قالت لي الغزاله حقيقي. هنا الغول هو يتنهد واحد التنهيده كبيره وجلس للارض وقال الرحمه جلسي باش نهضر معك. قال لها شتي داك الباب اللي قلت لك ما تخرجيش منه، انا عارف شنو كاين وراه، وديك الغزاله اللي تلاقيتي معها راها مراتي، وحتى هي كنت كنقول لها ما عمرك تحلي هذه الغرفه لانني عارف شنو كاين وراها، حيت كنت كنخاف عليها تخرج من تماك ويتلاقاوها الحرس ديال الملك ويعرفوها غوله ويقتلوها، ولكن داكشي اللي وقع بعيد من داكشي اللي كنت كنتوقع انا. في يوم من الايام مرتي حلت هذيك الغرفه وخرجت منها، ملي خرجت كتلاقى مع الامير ولد الملك، ملي شافته أغرمت به وأعجبت به وحباته وبغات تزوج به، ولكن حيت عرفت راسها غولة ما عمرو غادي يقبل أنه يتزوج بها، تسيفت في سيف تمرأة وخرجت ليه في أبهى حلة ربما حتى هو يشوفها ويتغرم بها ويحبها، ولكن الأمير ما كانش مسوق لها، وبقات مرتي على هذا الحال كل نهار كتخرج من ديك الغرفة للحديقة ديال القصر ديال الملك، وكتلاقى مع الأمير وكتخرج ليه في أبهى حلة، ولكن هو ما عمرو ما دافع. هنا مراتي قررت انها تعرض نفسها عليه للزواج، من بعد ما تلاقات معها في الحديقه قالت لي انا باغي نتزوج بك واش تقبل عليا الزوجه؟ الامير قال لي لا انا ما كنفكرش في الزواج هاد الساعه، وبقات كل مره كتخرج من ديك الغرفه وكتلاقى مع الامير كتعرض عليه نفسها وهو دائما كان كيرفض. ملي نيست وعرفاته انه ما باغيش يتزوج بها، هنا قررت انها تسيف سيفت غزاله باش تقرب منه، حيت عارفه انه هو عزيز عليه الغزالات وباه الملك حتى هو كان عزيز عليه الغزلان. في يوم من الايام خرجت من داك السرجم للحديقه ديال القصر ديال الملك وتسيفت ولات غزاله. هذاك النهار على غير العاده ما غاديش يخرج الامير ولكن غادي يخرج الملك ديال البلاد. ملي شاف هذيك الغزاله عجباته وقرر انه يحطها مع الحيوانات اللي عنده في الحديقه، وطلب من ولده الامير انه هو اللي يتكلف بها ويرعاها. وداك الشيء اللي كان الامير عجباته بزاف هذيك الغزاله، وبقى كيجيب ليها الماء ويجيب ليها الماكله ويتهلا فيها هذيك المده كامله. وهكذا مرتي قدرت انها تقرب من الامير، واخا ما غتكونش ليه زوجه وانما غير واحد الحيوان كيرعاه وهي قابله على ذاك الحال، وسمحت فيها وخلاتني
وبقات تما كاينه. داكشي علاش قلت لك ما تحليش هذه الغرفه وما تخرجيش منها، لانني عارف انك تقدري تخرجي وما ترجعيش حتى انت، ونبقى انا بوحدي. رحمه تفاجات بالقصه اللي عاود ليها الغول، وتفاجات بالتصرف الغريب ديال ديك الغزاله والكلام اللي كانت قالت لها. لغد ليه غير الغول خرج، رحمه هي تهساروت حلت هذيك الغرفه وخرجت من السرجم للحديقه ديال القصر ديال الملك. غير هي خرجات هي تلاقى عاوتاني مع الغزاله، وهي تقول لها الغزاله عاوتاني: اه بنتي انا كنشفق عليك، راه داك الغول راه كيسمن فيك ويغلط فيك باش ياكلك في يوم من الايام. هنا رحمه هي تجاوبها واحد الجواب ما كانش كتوقعه ديك الغزاله، قالت ليها: داك الغول راه كيسمن فيا ويغلط فيا ويكل فيا ويشربني باش يزوجني الامير ود الملك. ملي كانت رحمه والغزاله كيهضروا مع بعضياتهم، كان البستاني واقف من الجهه الاخرى وسمعهم اشنو كانوا كيقولوا بجوج. النهار الثاني خرجت عاوتاني رحمه للحديقه ديال القصر ديال الملك، يتلاقى عاوتاني مع الغزاله وهي تعاود ليها نفس الكلام، رحمه حتى هي عاودت ليها نفس الجواب. وبقى الامر على هذا الحال، رحمه بدات كتسترجع العافيه ديالها والجمال ديالها، ولكن الغزاله ما حدها غاده، هي كتضعف كتضعف وكتدبل والصحه ديالها ما بقاتش هي، والعظام ديالها ولاو كيبانوا وما بقات قادره لا تجري ولا تنقص. في يوم من الايام الامير ولد السلطان كان خارج كيتنزه في الحديقه ديال القصر، وهي تبان ليه الغزاله ديالو ضعفت ودبالت وما بقى فيها ما يتشاف والعظام ديالها باينين وقريبه تموت. اندهش من داكشي اللي شاف وهو عيط على البستاني وبقى كيغوت عليه، قال لي: مال هاد الغزاله وصلت لهاد الحاله هاد؟ البستاني اعتذر من الامير وقال لي: هودي راه وقع وهوقع وعوقع، وراني شفت الغزاله مع واحد البنت كتخرج من هذيك البلاصه، وها قالوا ها قالوا ها قالوا ها قالوا، وربما داك الكلام اللي قالت لي هذيك البنت هو اللي اثر عليها حتى ضعفت ولات بهذه الحاله. الامير استغرب الكلام اللي قال ليه داك البستاني، وثار الفضول ديالو هذا الامر، وبغى يعرف شكون هي هاد بنت الغول اللي قال لي عليها البستاني بانها جميله. لغد ليه خرج للحديقه وتخزن في واحد البلاصه قريبه من داك السرجم اللي كيخرج للحديقه ديال القصر. رحمه كعادتها كتخلي الغول يخرج وكتدخل لديك الغرفه وكتخرج من السرجم باش تمشي للحديقه ديال القصر. غير خرجت للحديقه وهي تجي عندها الغزاله، والامير كيشوف من بعيد بلا ما يعرفوه راه كاين. وقبل ما تكمل رحمه الكلام ديالها مع الغزاله، الامير حبها وعشقها وتمناها الزواج. غير رحمه رجعت في حالتها عند الغول، الامير مشى كيجري لعند الاب ديالو وقال ليه: بغيتك تزوجني بنت الغول. الملك تفاجئ من الكلام اللي كيقول ليه ولده، وهو يقول للامير: خصني نشوف هاد البنت قبل ما نزوجها لك. قال لي: واخا بغيتي تشوفها، انا غادي نوريك كيفاش نشوفها. غدا ان شاء الله مع الساعه الفلانيه غادي نخرجوا وغادي نتخزنوا في الحديقه، وغادي نشوفوا رحمه ملي غادا تخرج وغتهضر مع الغزاله، وديك الساعه غادي يبان لك شنو كاين. داكشي اللي كان، خرجت رحمه بدات كتهضر مع الغزاله، شافها الملك وشافها الامير، عجباته وعجبو الجمال ديالها ووافق على الطلب ديال ولده. لغد ليه رحمه كعادتها غتخرج وغتلاقى مع الغزاله، ولكن هذه المره ما تلاقاش الغزاله ولكن لقات الملك وولدو الامير. رحمه ملي شافت الامير حتى هي عجبها الامير وعجبها الجمال ديالها، وتغرمات به حتى هي وتمناتو للزواج، ولكن ما قالت حتى شي كلمه. واحد شويه هو يتقدم عندها الملك ويقول لها: شوف يا بنتي، ولدي الامير راه شافك وعجبتيه وبغاك للزواج، واش تقبلي انك تكوني مرت ولدي الامير؟ رحمه ملي سمعت هذاك الكلام من عند الملك وداكشي هو اللي كانت كتمنى حتى هي، وافقت انها تزوج بنت الملك. وهكذا تزوجت رحمه بالامير وداروا عرس كبير حضر فيه الكبير والصغير. رحمه تفكرت اختها مينا واختها عائشه وبغات تنتقم من نفسها، ولكن رحمه قلبها عامر بالخير وما عامرش بالشر. طلبت من الامير باش يجيبوا من عندها ويعيشوا معها في القصر، وداكشي اللي كان، الامير صيفط الخدم والحشم وجابوا عائشه ومينا باش يعيشوا مع اختهم رحمه. الغزاله ملي شافت الامير تزوج برحمه نيست من داكشي كامل اللي كانت كتمناه، وعرفت ان ديك الحيله وداك الكلام كامل اللي كانت كتقول رحمه باش ما تلاقاش مع الامير وتعجبو ويتزوج بها، كلشي داكشي كامل ما نفعها بتا شي حاجه. هنا هي تقرر انها تسيف وترجع في الحاله ديالها غوله كما كانت نهار الاول، ورجعات لعند الغول وطلبت منه السماحه وعاشت معها حتى هي. وهكذا الغول ضاعت ليه رحمه اللي كانت عايشه معاه وكان كيتعامل معاها بحال بنته، ولكن في نفس الوقت رجعات ليه مراته وعاش معاها في خير وسلام، ومشات حكايتي من واد الواد وبقيت انا مع الجواد. وهنا كيف ما كتشوفوا ان الخير دائما كيغلب، والانسان واخا يكون في موقف قوه ولكن الا كان قلبه عامر بالرحمه وعامر بالخير عمره ما كيتعامل بالشر، وكل انسان كيتجازى على حسب النيه ديالو. وهنا كنكون وصلنا لنهايه القصه، كنتمنى انها تكون عجبتكم، والى عجبتكم جيم كومونتير وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم. سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكايه جديده. مرحبا بكم يا ساده يا سامعين، حكايتنا اليوم حكمه لكل فطين، اللي فهمها قداها واللي ما فهمها يعاودها مره وجوج حتى يستلغاها. كان يا ما كان يا ساده يا كرام، في سالف العصر والاوان، وكان حتى كان حتى كان الحبق والسوسان
هجرنا بلادنا. كان يا سادة يا كرام واحد الملك في بلاد بعيدة، وهذا الملك كان خبيث وسمعته ما هيش، كان قاهر الكبير والصغير وحتى البهيمة قدامه ما تلقى ما ندير، ولكن على قد السلطة ديالو والجبروت ديالو الله تبارك وتعالى كان حارمه من الولاد، وهذه القضيه هذه كانت منغص عليه الحياه ديالو، وكيقول مع راسو انا عندي الجاه وعندي المال وعندي السلطه وعندي كل شيء، علاش اللي ما يكونوش عندي الولاد؟ مشات الايام وجات الايام وشاء الله تبارك وتعالى ان مراته تحمل. من بعد 9 اشهر مرتو ولدت واحد البنيته كبه من الزين. الملك ملي شافها فرح وما قداتو فرحه وسماها عايده، ونهار السبوع ديالها عيط على الوزير ديالو وقال ليه بغيت الناس ديال البلاد ديالي كامله يسيقوا الخبر بان تزادت عندي بنت، وبغيتك دير حفله في كل درب والناس تاكل وتشرب 7 ايام بالياليه. وداكشي اللي كان الوزير دار حفله في كل درب والناس كاملين بقوا فرحانين 7 ايام بالياليه. في يوم من الايام الملك كان ناعس وشاف واحد المنامه قفزاتو من بلاصتو، وهاد المنامه كانت كتقول بان بنتو عايده غتتزوج واحد الشاب فقير والوالدين ديالو غير فلاح، وكتقول المنامه عاوتاني بان هذاك الشاب اللي غتزوج به بنتو عايده تزاد في نفس النهار اللي تزاد فيه الامير. الملك ملي شاف هاد المنامه نهار قفز كيجري ومشى وسط القصر، عيط على الوزير ديالو وعيط على المستشارين ديالو وقال لهم هاد الليله وقبل ما يصبح الصباح غادي تدوروا البلاد كامله وتقلبوا لي على شكون هو هاد الولد هذا اللي تزاد في نفس الليله اللي تزاد فيها الاميره عايده. وداكشي اللي كان تفرقوا رجال السلطه في المملكه كامله باش يقلبوا على هاد الولد اللي تزاد في نفس النهار اللي تزاد فيه الامير. ومن بعد ايام وليالي ديال التقلاب لقى واحد الناس قالوا لي مراكين واحد الفلاح في الغابه يلاه تزاد عنده واحد الوليد. مشاو رجال السلطه كيقلبوا في الغابه حتى لقاو واحد الكوخ ووسط منه واحد الدريري صغير، والوالدين ديالو مشاو كيفلحوا وسط من الغابه وخلوه بوحدو. رجال السلطه استغلوا هذيك الفرصه اللي الوالدين ديال الدري ما كاينينش، هزوا هذاك الوليد وقمطوه في واحد الزويف ومشاو كيجريو للقصر ديال الملك. ملي وصلوا عند الملك مدوه ليه وقالوا ليه هذا هو الولد اللي تزاد في نفس النهار اللي تزاد فيه الامير. هذاك الملك المكروه شد هذاك الوليد وبقى كيقلب فيه، كيبانوا ليه الحويجات ديالو باليين وباين عليه غادي يكون من عائله فقيره، وبدا كيقول كيفاش انا اللي غنجوج بنتي اللي عايشه في النعيم لهذا الفقير هذا اللي ما عنده حتى ما يلبس. واحد شويه وهي تبان لي واحد التوحيمه في العنق ديالها، وهاد التوحيمه كندير بحال واحد الهلال صغير. وهنا الملك المكروه مول القلب القاسي عيط على واحد من الجلادين ديالو وقال لي ديه الدري هذا وصفيه عليه. الجلاد ملي شد هذاك الوليد الصغير كيبان ليه باقي غير الحيمه حن قلبو عليه وما قدرش ينفذ الاوامر ديال الملك ديالو، وهز هذاك الوليد وداه لمرتو قال ليها تهلا فيه. ملي داز 3 ديال الاسابيع هذاك الجلاد ولا خايف من الملك يسيق الخبر بان هذاك الولد باقي حي، وحتى مرتو قالت ليه ما نقدروش نشدوا هذا الولد، غدا ولا بعد غدا الملك يسيق لنا الخبر يصفى لنا حنا وياه. هنا هذاك الجلاد ومرتو شدوا هذاك الوليد ولووه في واحد الزويف وداروه في واحد السله وطلقوه في الواد. وهنا كيبان لي ابتسمتي لانك عرفتي شكون هو النبي اللي وقعت ليه نفس الواقعه، الا عرفتي خلي لي سميتو في الكومنتير. ملي داروا هذاك الوليد في السليله ودفعوه مع الواد بقات هذيك السليله كتضرب من هذه الصخره لهذه الصخره لهذه الصخره لهذه الصخره حتى وقفت واحد البلاصه حداها واحد الطاحون. هذاك الراجل اللي خدام في الطاحونه ديال الماء كتبان ليه واحد السليله جايه في هذاك الواد، ملي شافها كيحسب ليه شي كنز، مشى كيجري وهز هذيك السليله خرجها من الواد وحطها فوق من الارض. ملي حيد هذيك الغطا اللي كان فوق منها باش يشوف شنو فيها كيلقى فيها واحد الوليد صغير ناعس. ملي شاف هذاك الوليد حن عليه وهزو ومشى كيجري به لدارو. ملي وصل دارو عيط على مرتو وقال هاد الطفل هذا عطيه الله، حنا ما عندناش الاولاد ولكن سيدي ربي صيفط لينا هاد الوليد هذا غادي نربيه ونرعاوه ونتكلفوا به. مرت هذاك الراجل فرحات بداك الوليد وقالت لي غادي نسميوه نزار. مشات ليام وجات ليام، نزار كبر ولا واحد الشاب ما شاء الله، وكبر في حضن هذيك العائله اللي كانت كتكن ليه الحب والود والحنان، وحتى نزار كان كيبدلهم نفس الشعور وكان كيعاونهم في الطاحونه ويتسخر عليهم واللي بغاوها يقضي عليهم، وفوق من هذا الشيء كان كيتعامل معهم على اساس انهم هم الوالدين ديالو. مشات ايام وجات ايام، نزار زاد كبر ولا واحد الشاب وسيم وشديد الفتنه والشجاعه، ولات عنده تقريبا 24 سنه، وكان عنده واحد الشعر طويل وكان دائما كيرخيه وكيدرك به هذيك التحيمه اللي كاينه في عنده. في يوم من الايام الملك الظالم خرج هو والحاشيه ديالو باش يصيدوا في الغابه، بانت ليه واحد الغزاله هو يتبعها كيجري باش يصيدها. واحد شويه كيلقى راسو بعد على الحاشيه ديالو وتلف وسط من الغابه وما بقى عرف منين يدوز. وفي نفس الوقت اللي توضر فيها الملك ضربت واحد العاصفه وبدات كتصب الشتاء. الملك بدا كيدور وسط من الغابه وكيقلب على شي بلاصه يتخزن فيها، يدور من هنا يدور من هنا يدور من هنا حتى خرج واحد البلاصه قدام واحد الطاحونه ديال الملك. ملي شاف الطاحونه ديال الماء مشى كيجري ليها وبدا كيدق في الباب.
الراجل اللي خدام في الطاحونه حل الباب لقى قدامه واحد السيد. ملي سولو قال لي شنو حب الخاطر، قال لي ودي رانا توضرت وسط من الغابه وبقيت كنجري كنقلب على شي بلاصه حتى بات لي الطاحونه ديالكم، واش ممكن تدخلني؟ لان الشتا كتصب وما نقدرش نبقى جالس. هذاك السيد اللي خدام في الطاحونه دخلوا لدارو وتهلا فيه وكرمو وعرفوا على ولده وعلى مرته، وبدون ما يعرف بان هذاك اللي في الدار ديالهم هو الملك ديال البلاد. في الوقيته اللي كان فيها داك الملك عند داك الراجل ومرته اللي كان كيتسخر عليهم هو نزار. ملي كلاو سالاو جا نزار بغى يعطي لهداك الراجل يغسل يديه. ملي تحضر نزار باش يكب على داك السيد الماء طاح الشعر ديالو وتبان هذيك التوحيمه اللي فيه هنايا. الملك شاف التوحيمه وجمع الطم، ولكن عرف بان هذاك الولد هو الطفل الصغير اللي كان امر الجلاد ديالو باش يقتلو. الملك ملي شاف نزار وتاكد بانه هو داك الطفل اللي شاف في المنام اللي كان باغي يتزوج بالبنت ديالو اشتاط غضبا، وهنا هي تخدم الاله ديال الشر وديال المكر وديال الضغينه. وهذا الشيء كامل كان كيدور غير في الخاطر ديالو بلا ما تبان عليه شي حاجه. بقى الملك جالس وكيفكر شنو هي الحيله اللي غادي يتخلص بها من نزار. واحد شويه هو يعيط على داك الراجل اللي خدام في الطاحونه ومرته، وهو يقول لهم سمحوا لي غادي نعرفكم براسي شكون انا. هو يقول لهم انا الملك فلان ابن فلان، وشكرهم على حسن الضيافه ديالو. هذاك الراجل ومرته فرحوا ملي عرفوا ان هذاك هو الملك، ولكن ما عارفينش المكر والمكيده اللي موجد للولد ديالو. واحد شويه هو يقول لهم خصني ضروري نصيفط واحد الرساله مهمه للزوجه ديالي، وكنشوف بان الولد ديالكم باقي شاب وهو اللي يقدر يوصل هذه الرساله للقصر ديالي. نزار ملي سمع راسو غادي يتسخر على الملك وغادي يمشي للقصر فرح وطار بالفرحه وقال ليه مرحبا والف مرحبا نمشي نقضي لك هذه الغاره. ولكن مسكين ما عارفش بان هذاك الملك دير ليه مكيده باش يقتلو. خدا نزار هذيك الرساله وش الطريق ديالو للقصر ديال الملك، وبقى غادي ما بين الجبال والويدان والغابات حتى طاح الليل عليه في واحد البلاصه. ملي شاف راسو طاح عليه الليل فكر انه يبات في شي بلاصه حتى الصباح ويعاود يشد الطريق ديالو. ملي بدا كيقلب على شي بلاصه فين يبات هو يبان ليه واحد الكوخ. ملي وصل لذاك الكوخ لقى فيه واحد الراجل هو مرته. ملي شافوه دخلوه لعند من الكوخ وفرحوا به وكرموه اخر كرم. وملي جلس نزار هذاك الراجل ومرته مره كيشوفوا فيه وكيشوفوا في بعضياتهم وكيبتسم. نزار ملي شافهم داروا هكاك بزاف ديال المرات وهو يسولهم، وهما يقولوا ليه كان عندنا واحد الوليد لو كان بقى معنا غادي يكون قدك تبارك الله في العمر. وهو يسولهم نزار قال لهم وعلى فين هو دابا هذا الولد؟ وهما يقولوا ليه في يوم من الايام خرجنا كنفلحوا وخلينا ولدنا في الكوخ، وحنا عارفين هاد البلاصه ما كيوصلهاش بنادم بزاف، ولكن في العشيه ملي رجعنا للكوخ لقينا الولد ديالنا تخطف. تاسف نزار القصه ديال داك الراجل ومرته مع ولده، وهو يقول لهم خليني نعاود لكم القصه ديالي مع هاد الرساله. ملي بدا كيعاود في القصه ديالو وصل بان الملك قال لي خذ هذه الرساله وديها للقصر ديالي. هنا الرجل ومرته شكوا بان هذاك الملك الظالم هو اللي عاطي هذه الرساله لنزار. خلو نزار حتى نعس وهما يجبدوا هذيك الرساله وحلوها، وهما يلقاو مكتوب فيها زوجتي العزيزه الى وصل لك هذا الشاب هذا بهذه الرساله كيتشدوا من عنده الرساله وقتلوه في البلاصه. هذاك الفلاح ومرته ملي قراو هذه الرساله ما عجبهمش الحال، وهما يشدوا هذيك الرساله وشرقوها وكتبوا رساله اخرى، وهما يكتبوا في هذيك الرساله زوجتي العزيزه الى وصلك هذا الشاب هذا اللي هاز الرساله زوجي بنتي عايده، وشدوا هذيك الرساله طواوها ورجعوا على بلاصتها. الصباح ملي فاق نزار شكر هذاك الفلاح ومرته وش الطريق ديالو للقصر. ملي وصل للقصر عطى هذيك الرساله للملكه. الملكه حلت هذيك الرساله كتلقى مكتوب فيها زوجتي العزيزه الى وصل عندك هذا الشاب هذا اللي هاز هذه الرساله زوجي بنتي عايده. في البدايه استغربت الملكه من هذه الرساله هذه، ولكن في الاخير قالت ما يمكنش نخالف الاوامر ديال الملك، وهي تعيط على بنتها الاميره عايده وقالت لها رباك صيفط هذا الشاب هذا وقال لي زوجي لك. الاميره عايده كيبان لها نزار واحد الشاب وسيم وخالق، وهي تقول لامها انا موافقه على هذا الزواج. من بعد ايام على الزواج ديال نزار بعايده رجع الملك للقصر ديالو. ملي دخل القصر كيلقى نزار جالس حدا عايده. تلفت لعند مرته الملكه قال لها شنو كيدير هذا؟ قلت لي كيفاش شنو كيدير هنا؟ ياك انت اللي صيفطتي البرا وقلتي لينا هذا اللي هاز البرا زوجو بنتنا عايده، وداكشي اللي درنا. الملك الظالم مشى يموت بالفقصه على البلال ديالو اللي ما صدقش، وبغى يستل السيف ديالو باش يقتل نزار. يتنقز الملكه قالت لي ريح الارض، بنتك كتبغي هذا الولد وهذا الولد هذا كيبغيها، وإلا مشيتي حتى درتي شي حاجه غادي تفسد العلاقه ديالك مع بنتك. الملك ما قدرش يتحمل هذا المنظر اللي شافه النهار الاول في المنام ديالو، واليوم ها هو كيشوفه كيتحقق قدامه، وكيشوف بنته اللي كبرت في الثراء وفي النعيم غادي تزوج بواحد الولد ما يكسب حتى ما ياكل الغد ليه. الملك كانت عزيزه عليه بنته وما قدر يدير حتى شي حاجه قدامها، وهذا الشيء ما كيعنيش انه قبل على هذا الوضع. دخل الملك لغرفه النوم ديالو وبقى كيفكر
شي خطة اللي غيتخلص منها من النساء. ومن بعدها دار واحد الابتسامة خبيثة وشريرة ومشي لعند بنت عايدة ورجلها نزار، وهو يقصد نزار وقال لي ما نقدرش نوصف لك شحال أنا فرحان بك، ولكن باش تبدل الشعب ديالي أنك تستحق البنت ديالي خصك تدير واحد التحدي. نزار قال لي اللي طلبتها مني نفذها، وهو يقول لي كاينه واحد الجزيرة بعيدة في واحد البلاصة، وهذه الجزيرة سميتها جزيرة الوطواط، ووسط من هذيك الجزيرة كاين واحد العملاق كبير كيقتل الناس وكيهدد المملكة ديالنا وكيهدد الممالك المجاورة. بغيتك تمشي لهذه الجزيرة هذه وتنتف ثلاثة ديال الزغبات ديال الفضة من الشارب ديال هذاك العملاق، حيت في دوك الشعيرات فين كاين السر ديال القوة ديال العملاق. وفي الحقيقة هالكلام اللي قال ليه ما كان صحيح، لأن العملاق القوة ديالو في الجسم ديالو الكبير وفي العضلات ديالو الكبير، ولكن قاله كابل عاني باش ما يخلعش نزار ويقدر يمشي عند العملاق باش يصفح عليه. وكثر من هذا أي واحد مشى لديك الجزيرة ما كيعاودش يرجع، وكيف ما تيقولوا الداخل مفقود والخارج مول. نزار مشى ودع الزوجة ديالو وسلم على الملك وعلى الملكة وشط طريق ديالو لجزيرة الوطواط. وقبل ما يوصل لديك الجزيرة داعت الخبر ديالو بأن واحد الشاب تزوج بنت الملك والملك صيفطو لعند العملاق اللي كاين في جزيرة الوطواط. وكان خص نزار باش يوصل لهذيك الجزيرة كان خصو يدوز من مملكتين، المملكة الأولى مملكة عسلستان والمملكة الثانية ذهبستان، يعني الأولى مملكة العسل والثانية مملكة الذهب. وصل نزار لمملكة عسلستان اللي هي مملكة العسل، استقبلوا الملك ديالها واستضافوا في القصر ديالو. ملي كانوا كياكلوا كيتحتوا واحد شوية الملك ديال عسلستان وهو يقول نزار راه عندنا واحد المشكل في واحد الينبوع كان دائما كيصب العسل ولكن دابا راه حبس وما عرفناش السبب علاش حبس هذا الينبوع هذا. نزار قال للملك ديني لهذا الينبوع ونشوف المشكل ديالو شنو هو. ملي وصلوا للحدائق ديال القصر نزار خرج كيقلب باش يعرف شنو هو المشكل. واحد شويه هو يلقى هذوك البساتين والحدائق اللي كاينين تما ما كيسقيوهمش، ونشف الورد ديالهم داكشي علاش النحل ما بقاش كيجي وما بقاش كيعطي العسل. وهو يرجع عند الملك وقال لي راه لقيت المشكل ديال هذاك الينبوع، دوك الحدائق اللي تما والبساتين اللي تما سقيوهم وتهلاو فيهم وراه غادي تشوف من بعد غادي يرجع هذاك الينبوع يسقيكم العسل. صباح الصباح ونزار كان خصو يمشي باش يشط الطريق ديالو للجزيره. ناض الملك ديال عسلستان شكر نزار على داكشي اللي دار معاه، وناضت مرتو وعطاتو واحد العطر الا دارو شي واحد ما كتشم حتى شي ريحه اخرى الا هذيك الريحه ديال العطر. نزار ملي شط الطريق ديالو وصل لمملكه ذهبستان يعني مملكه الذهب، لقى الملك ديالها كيتسناه استقبلو واستضافو في القصر ديالو. ملي جلسو كياكلو كيهضرو ناض الملك ديال ذهبستان وهو يقول نزار راه عندنا واحد المشكل ديال واحد الشجره، هاد الشجره كانت كتخاوي ما بين التفاح وما بين الذهب، وشحال هذا ما بقى تخرج لينا لا تفاح ولا ذهب وما نكرش تشوف اشنو المشكل ديالها. ناض نزار وكيف عادته شجاع وخادم قال الملك اجدني لهاد الشجره هذه باش نشوف اشنو فيها. ملي وصلوا للحدائق ديال القصر نزار بقى كيدور بهذيك الشجره وكيقلب المشكل ديالها فين غادي يكون. واحد شويه كتبان ليه واحد الفتحه كبيره وخاويه من الداخل، ملي طل من هذيك الفتحه كيبان ليه واحد القندس لداخل كياكل في ديك الشجره. وهو رجع عند الملك قال لي صافي عرفت المشكل ديال ديك الشجره. قال لي شنو هو؟ قال لي راه كاين واحد القندس لداخل وهو اللي كياكل الشجره من الداخل وهو اللي منعها باش تخرج لكم التفاح وتخرج لكم الذهب. وقال لي صيفط شي واحد من الحراس ديالك يجبد هذاك القندس تخلصوا منه وسقيو ديك الشجره وغادي تشوف مع الوقت غادي ترجع تعطيكم التفاح والذهب. وصل الوقت باش نزار خصو يكمل طريقه باش يمشي للجزيره. ناض نزار شكر الملك على الضيافه ديالو، حتى الملك شكرو على هذيك الخدمه اللي دار لهم على قبل ديك الشجره. من بعد هي تجي مرت الملك ديال ذهبستان وجابت معها واحد المقص وعطاته لنزار وقالت لي هذا المقص هذا راه ما كيديرش الحس نهائي. خدا نزار المقص من عند مرت الملك وش الطريق ديالو للجزيره، وبقى غادي نزار في طريقه للجزيره، هنا يبات وهنا يضل، هنا يبات وهنا يضل، هنا يبات وهنا يضل، حتى وصل للشط ديال الجزيره. ملي وصل للشط ديال الجزيره كيبان ليه واحد المركب. ملي وصل حدا هذاك المركب لقى فيه واحد الرجل كبير هو اللي مسؤول على الناس اللي كيوصلهم للجزيره ديال الوطواط، واي واحد بغى يدير ديك الوظيفه غادي تلاح عليه ديك الوطاويط العملاقه تاكلو. وكان هذاك الرجل الكبير المسؤول على ذاك القارب سمع بالقصه ديال نزار وعرفوا جاي لجزيره الوطواط باش يقابل العملاق، وهو يقول نزار سمعني ولدي نقول لك شي كلام، احسن ليك ترجع في حالاتك، راه كاع الناس اللي وصلتهم للجزيره اللي كاين فيها العملاق حتى واحد فيهم مرجع. وهو يجاوب نزار بكل شجاعه واقدام قال لي غادي نرجع لداري ملي غادي نكمل المهمه ديالي. هذاك الرجل الكبير ملي شاف نزار مصر على انه يمشي قابل العملاق قال لي ولدي عندي لك واحد الطلب. قال لي نزار اما هو؟ قال لي الا كتب لك الله ودرتي داكشي علاش جيتي كاين واحد الورقه في الجيب ديال العملاق يجبدها، لان هذيك الورقه
هي اللي غتحررني من هذه الوظيفة هذه. هذه سنين وانا عايش في هذه الجزيرة بوحدي، الانسان اللي وصلته ما كان ردوش، بغيت نمشي في حالتي ونعيش بحالي بحال الناس. انطلق الرجل الكبير هو نزار فوق من القارب، غير هما زادوا واحد شوية وقربوا من الجزيرة، وتبدا ديك الوطاويط كتحوم فوق من راسهم، ومن كثرة ما كانوا الوطاويط فوق من راسهم ولات السماء كحلة وحمراء. ملي قربوا للقلعة اللي كيعيش فيها العملاق، نزار نقز من داك القارب ومشى كيقلب كيفاش يدخل للقلعة، وما حدو كيقرب للقلعة وديك الوطاويط كتزيد تحوم فوق منه على ارتفاع منخفض. بقى نزار كيدور بجنب القلعة حتى لقى واحد السرجم ونقز ودخل داخل القلعة. ملي دخل داخل ديال القلعة كيلقى فيها غير الظلام، وخاف للعملاق يشم الريحة ديالو ويعرفوا فين كاين ويجي يقلب. وهنا هو يتفكر العطر اللي عطاته مرات الملك ديال عساليستان، جبد هذاك العطر ورشوه على راسه وما بقات كتشم حتى شي ريحه الا هذيك الريحه ديال داك العطر. واحد شويه نزار الارض بدات كتزعزع تحت منه، فاذا به العملاق جاي للغرفه ديالو باش ينعس. نزار تخلع من دوك الخطوات اللي كيخطي داك العملاق. واحد شويه نزار كيحس بهذوك الخطوات قراب منه، بقى كيدهصص بشويه بشويه حتى لقى واحد الحيط وتخشب الدرجون. العملاق دخل هذيك البلاصه اللي كان فيها نزار، بقى كيشم يشم يشم، لقى غير هذيك الريحه ديال داك العطر وهو يمشي للغرفه ديالو باش ينعس. من بعد واحد شويه نزار ما بقاش سمع الحس ديال العملاق، وخرج من ديك البلاصه اللي تخبى فيها ومشى يقلب على غرفه النوم ديال العملاق. العملاق تجبد فوق من الناموسيه ديالو وحطها للشخير، ونزار محتاج بزاف ديال الوقت باش يعرف العملاق فين ناعس. علاش؟ حيت كيتسمع الشخير ديالو من بعيد. تبع نزار هذاك الشخير وبقى غادي يتابع الصوت، تابعو حتى عرف الغرفه اللي ناعس فيها العملاق. ملي وصل للغرفه ديالو لقى العملاق ناعس وشبعان ناعس، بقى كيتسلت بشويه بشويه حتى وصل حدا الموستاج ديالو. ولكن ملي وصل ما عرفش كيفاش غادي يدير باش يقطع هذوك ثلاثه الزغبات ديال الفضه. هنا هو يتفكر المقص اللي عطاته مرض الملك ديال ذهبيستان، وكان هذاك المقص ما كيديرش الحس. جبد نزار داك المقص وقطع ثلاثه الزغبات ديال الفضه للعملاق وخرج كيجري. ملي خرج هو يتفكر طالب اللي طلبوه داك الرجل الكبير باش يجبد ديك الورقه اللي في الجيب ديال العملاق باش يحررو من داك المهنه ديالو. نزار وكيف ما هو معروف عليه واحد الشاب شجاع وكيوفى بالكلمه ديالو، رجع عاوتاني للبيت اللي ناعس فيه العملاق. يلا وصل حدا الجيب ديالو وبغى يجبد ديك الورقه، العملاق هو يتقلب. نزار غير شاف فكاك وهو يرجع لور ويبد وبقى ساكت. العملاق تقلب على ظهرو ونعس عاوتاني. نزار ملي شاف العملاق عاود رجع نعس بدا كيتسلت بشويه بشويه وهو يجبد ديك الورقه وخرج كيجري. مع الخرجة لقى هذاك الرجل كيتسنى فيه بالقارب. الرجل مني شافه تعجب لأنه أول واحد كيوصل لعند العملاق وكيرجع. هذاك الرجل الكبير مني شاف نزار هو يسوله، قال ليه مدرة جيتي لي الورقة اللي قلت لك؟ قال لي وصلني للشط وديك الساعة نهضرو. وداكشي اللي كان نزار وهذاك الرجل الكبير شدوا الطريق ديالهم بالقارب باش يوصلوا للشط. وهذيك الوقيته اللي خرجوا فيها بدات الشمس كتطلع ودوك الوطاويط ما بقاش ليهم الأثر. ملي وصلوا للشط هذاك الرجل الكبير هو يقول نزار مدرة فين هي الورقة؟ نزار هو يجبد هذيك الورقه وقرا داكشي اللي كان مكتوب فيها. هذا الرجل الكبير اللي خدام في هذا القارب ما يمكن ليه يتخلص من هذه الوظيفه هذه حتى يشد الطاقيه ديالو ويديرها لشي واحد من الناس اللي باغيين يجيو لجزيره المطوه. ديك الساعه غيتحرر من السلطان ديالو. نزار شد الطريق ديالو للقصر ديال الملك، وهو في طريقه للقصر ديال الملك غادي يعاود يدوز على مملكه ذهبيستان، وغيلقى الملك ديالها ومرته والحاشيه ديالو كيتسناوه وشكروه على داكشي اللي دار معاهم، لان الشجره اللي كانت كتخاوي ما بين التفاح وما بين الذهب رجعات عاوتاني كتعطي التفاح وكتعطي الذهب. وملي بغى يمشي نزار في حالته هذاك الملك جاب ليه واحد البغل كبير وفوق منه اربعه ديال الشواري، وكل شواري عامر بالذهب. شد نزار الطريق ديالو وهو جاي مع داك الخير اللي عطاه الملك ديال ذهبيستان. واحد شويه هو يوصل عاوتاني للمملكه ديال عساليستان، حتى هي لقى الملك ديالها ومرته والحاشيه ديالو كيتسناوه وشكروه على داكشي اللي دار معاهم، لان هذاك الينبوع رجع عاوتاني كيعطيهم العسل. وملي بغى نزار يمشي عاوتاني في حالاته الملك ديال عساليستان جاب ليه حتى هو واحد البغل كبير وفيه اربعه ديال الشواري، وكل شواري فيه الذهب، وجاب ليه حتى جوج ديال القلات فيهم احسن اصناف ديال العسل. وهكذا شد نزار طريقه للقصر ديال الملك وهو محمل بجوج بغال، وكل بغال فيه اربعه ديال الشواري عامرين بالذهب وبالعسل، ودعا في الناس بان نزار رجع من جزيره الوطواط سالما غانما، وقدر ينفذ المهمه اللي مشى على قبلها. وصل نزار للقصر ديال الملك ولقى في استقباله بزاف ديال الناس كيرحبوا به ويصفقوا ليه. وخرج الملك والملكه والاميره عايده. عايده ملي شافت راجلها مشات كتجري وعنقاته وعينها عامرين بالدموع ديال الفرح. ولكن الملك تفاجأ ملي شاف نزار رجع
سالم غانم وجيب معاه الخير والخمير، ولا كيخاف من النزار لانه قهر عملاق على قدو قطع ليه ثلاثه الزغبات ديال الفضه من الموسطاج ديالو، عاد غادي يقد عليه هو. ومشى كيعنق نزار وكيقول ليه على سلامتك، وقلبه عامر بالحقد وبالسم. واحد شويه ملي كيشوف هذوك جوج بغال وعامرين الشواريات ديالهم غير بالذهب وجي مع احسن انواع ديال العسل، وهو يسولو قال ليه كيفاش تجبتي هذا الرزق هذا كامل. نزار هو يبتسم وهو يقول ليه انا نعاودها لك بحال الاخرى. قال ليه ملي وصلت لجزيره الوطواط لقيتها عامره بهذا الخير هذا، وإلا بغيتي توصل ليه راه ساهله، ما عليك الا تطلب من داك الرجل العجوز اللي غادي يكون حدا واحد القارب تما يوصلك للجزيره ديال الوطن. الملك قبل ما نزار يكمل الهضره ديالو شط الطريق ديالو لجزيره الوطن. ملي وصل للشط ديال الجزيره كيلقى فعلا هذاك الرجل الكبير جالس في القارب ديالو وكيتسنى شي واحد يجي باش يوصلو لجزيره الوطن. ملي وصل لعندو هذاك الرجل الكبير قال الحمد لله جاب الله شي واحد اللي غنهز الطاقيه ديالي وغنحطها فوق من راسو وغادي يولي هو الخادم ديال هذا العملاق واللي يوصل الناس من الشط للجزيره ديالها. وفعلا داكشي اللي كان، ولا هذاك الملك هو اللي مسؤول على ذاك القارب وهو اللي مسؤول يوصل الناس من الشط للجزيره ديال الوطن. مشات ليام وجات ليام، الملك ما رجعش للمملكه ديالها، وهما يعينوا نزار ملك على ديك المملكه وحكم في الناس بالعدل وبالمحب. من بعد هو يكلف الوزير باش يجيب ليه باه وامه. ملي جاو عندو للقصر فرحوا به، ولكن قالوا ليه راه حنا ماشي والديك، حنا غير لقيناك في الواد. من بعدها هو يكلف عاوتاني الوزير باش يقلب ليه على الوالدين ديالو الحقيقيين، ومشاو كيقلبوا عليهم حتى لقاوهم وجابوهم نزار للقصر ديالو. ملي وصلوا للقصر تفاجأ نزار بان الاب والام ديالو هما هذاك الراجل والمراه ديالو اللي كان لقاهم خدامين في الطاحون، ولقى راسو بات معاهم ليله كامله على قدها في الكوخ ديالهم، ولكن ما عرفهمش بانهم هما الوالدين الحقيقيين ديالو. وبنى الوالدين الحقيقيين ديالو قصر وهداه لهم، وحتى الوالدين اللي رباه بنى لهم قصر وهداه لهم، وعاشوا كاملين في سلم وسلام وامن وامان. ومشات حكايتي من واد الواد، وبقيت انا مع الجو. وهنا كنوصلوا لنهايه القصه، كنتمنى انها تكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في قصه اخرى. تهلاو لي في راسكم، والسلام عليكم.